أشار سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل أشار إلى أن برنامج بيبان استطاع أن يبهر العالم العربي بكفاءات ومواهب وأمكانيات الشباب البحريني في قطاع ريادة الأعمال، مؤكدا أن برنامج بيبان عكس مدى طموحهم وقدرتهم على المنافسة والتميز عالميا في شتى النواحي والمجالات. نعم، جاء ذلك في ختام الموسم الأول من البرنامج التلفزيوني بيبان، وذلك مع تنفيذ 5 صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 1 مليون دولار أمريكي. رواد أعمال مبدعين قدموا نموذجاً ملهماً للإبداع والابتكار في سبيل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الريادية في برنامج بيبان الذي أعطى لرواد الأعمال البحرينيين فرصاً كبيرة للإبداع والانطلاق بحرية في بيئة الأعمال والتوسع الإقليمي والعالمي. سامي العباسي، خالد الحمادي، محمد العالي. صفقات واعدة أجريت في برنامج بيبان مع مشاريع تجارية من مختلف القطاعات، واتخذت القرارات الاستثمارية بناء على قابلية النمو والقيمة المقترحة لكل مشروع، وكذلك وفقا لنجاح وجاذبية الأعمال وإمكانيات المؤسسين، حيث استفاد كافة رواد الأعمال من المشاركة في البرنامج من خلال حصولهم على فرص لدعم نمو أعمالهم، بما في ذلك تلقي طلبات مسبقة بقيمة 120 ألف دولار أمريكي من جهة المستثمرين لشراء السلع والمنتجات التابعة للمشاريع، مما ساهم بعقد صفقات مهمة لكلا الطرفين. كما حصل مؤسسو المشاريع على فرص تجارية نوعية وفرص للتدريب والإرشاد بقيمة تفوق 85 ألف دولار أمريكي. برنامج بيبان ساهم بتسليط الضوء على المشاريع الريادية والفريدة من نوعها في مملكة البحرين، وأظهر إمكانياتها وجوانب تميزها، حيث أكدت المدير العام لمشاريع الأمل فجر الباجاجي إن هذا البرنامج طريق بداية للجهود الساعية لتمهيد الطريق للاستثمار في مشاريع المملكة ورواد الأعمال الطموحين. مشاريع الأمل أعلنت في ختام الموسم الأول من بيبان عن فتح باب التقديم للمشاركات في الموسم الثاني، مما يوفر المزيد من فرص الاستثمار والنمو لرواد الأعمال المميزين والطموحين. احنا وياكم ان شاء الله مبروكين، ان شاء الله مبيض الوجه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم العافية وان شاء الله.